بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على بوت رحمة العالمين. سنة عظيمة جدا ويسيرة جدا مهجورة لا يعلم أكثر الناس، صلاة 4 ركعات بعد أذان العصر وقبل الإقامة، يعني قبل ما تصلي العصر سواء كنت رجل أم امرأة تصلي 4 ركعات. للأسف الشديد النساء ما بتصليش سنة خالص قبل العصر، والرجال لما بيخش بدري الجامع بيصلي ركعتين ويروح قاعد، وما يعرفش إن هو لو صلى 4 الثواب هيتضاعف أضعاف كثيرة وحصل ثواب عظيم. المقامة الأولى الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. ونحن في أشد الاحتياج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وتستطيع أن أنت تصلي 4 ركعات دول متصلات، يعني ما تصليهمش اتنين اتنين لو أنت عايز للتيسير. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كثيرا. تصلي ركعتين، تقرأ الفاتحة وسورة صغيرة، وبعدين ما تسلمش، تروح تقرأ نص التشهد بس، وتروح قايم وقاري الفاتحة بس ركعتين، كأنك بتصلي ظهر أو عصر. المقامة الثانية المغفرة. من صلى قبل العصر 4 غفر له. غفر له، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني كبائر أو صغار إلا الكبائر المتعلقة بحقوق الآدميين. المقامة الثالثة العتق من النار. العتق من النار. يعني كلنا بننتصر شهر رمضان عشان تعتق رقابنا من النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من صلى 4 قبل العصر لم تمسه النار. لم تمسوه النار، لان الوقت ده وقت تلهي. كثير من الناس بيبقى في حاله تلهي عن العباده، اللي بيكون راجع من شغله تعبان ايه اللي إيه. فلذلك وهي سنه قبليه غير مؤكده، يعني الرسول كان يفعلها بعض الاحيان ويتركها بعض الاحيان خشيه ان تفرض الامه او رحمه بالامه. يعني عندنا في سنه راتبه اللي هم 12 ركعه راتبه. ال4 ركعات دول دي سنه غير راتبه، معنى ان الرسول ما كانش بيعملها على طول، لكن كان يفعلها كثيرا او في بعض الاحيان. المقامة الرابعة يبني لك قصر عظيم في الجنة. من صلى 4 قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة. عارفين يعني بيت في الجنة يعني ايه؟ يعني عشرات الملايين من الاميال زيادة في ميراثك في الجنة. اقول لكم الدليل من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم في التفسير قول الله سبحانه وتعالى: حور مقصورات في الخيام. قال: الخيمة في الجنة، والخيمة هي الغرفة زي الغرفة بالظبط. 60 ميلا في 60 ميلا وارتفاعها كما بين السماء والارض. يعني الخيمه 3000 مساحتها في الجنه 3600 ميل مربع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: قصر النبي والشهيد به 5000 غرفه. يعني 5000 غرفه. طب اضرب 5000 غرفه في 3600 ميل مربع، يعملوا 21 مليون ميل مربع، والميل 1.6 كيلومتر، يعني يعملوا 30 مليون كيلومتر، يعني ادي ما يساوي مساحه جمهوريه مصر العربيه 30 مره. كل ده في ايه؟ في دقيقه او دقيقتين زياده، ان انت بدل ما تصلي اثنين بس تقوم جايب ركعتين كمان. في اكتر من كده ايه؟ والقصر طبعا ما بيبقاش فارغ، ده انت زودت مراسك من الحور العين، وزودت مراسك من الولدان المخلدين. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: سيدنا عمر الخطاب كان يخطب على المنبر وقال: يا ايها الناس، او تدرون ما جنات عدن؟ قصر به 10000 باب، على كل باب 25000 امرأة. هو لا يمكن القصر يبقى فاضي، لا يمكن، مستحيل. كل غرفة بيبقى فيها اثنين وثلاثة، واحدة واثنين وثلاثة، يعني آلاف من النساء. يبقى أنت لو بتبني قصر بيبقى فيه متعلقات وملحقات بهذا القصر، ده غير الولدان المخلدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: القصر في الجنة فيه من 10000 إلى 70000 من الولدان المخلدين، مع كل واحد منهم صحفة من ذهب فيها صنف من الطعام ليس مع الآخر، يتسابقون على خبرتك في الجنة. يبقى زودت ميراثك من الولدان المخلدين. عايز ايه أكتر من كده؟ المقام اللي بعد كده: تكون قد أحييت سنة مات لا يعلم أكثر الناس، أصبحت متميزا. أصبحت متميزا، تسبق الناس يوم القيامة، لأن من أحيا سنة قد ماتت أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، كما قال عاصم في الحديث الصحيح. فدي سنه اكثر الناس ما تعرفهاش. فاللي يعمل سنه اللي اكثر الناس ما بتعرفهاش لازم يكون متميز عند ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى ما تخش تصلي الجامع، ما تصليش، ما تقعدش، ما تصليش ركعتين وتقعد ابدا. يعني مفيش انسان عقله ضايع هذا السؤال، لا صلي ركعتين، مش عايز تصلي، ممكن تصلي ركعتين وتسلم وبعدين تصلي ركعتين تانيين، او عشان ما تستثقلش ما تكسلش، لا ما تسلمش. بدل ما تقول التشهد كله قول نصه بس، روح قايم ومصلي ركعتين اقرا فيهم الفاتحه بس، كانك بتصلي كانك بتصلي ظهر او عصر. عايز تقرا كمان سوره صغيره مع الفاتحه مفيش مانع، خصوصا في بعض الاحيان فعل ذلك، ليس بعيدا عن السنه يعني لو حبيت.
يعني لو قريت سورة الإخلاص، سورة الإخلاص 3 مرات كأنك قريت القرآن كله في الثواب. لو قريت سورة الكافرون كأنك قريت ربع القرآن، سورة الزلزال بربع القرآن، إذا جاء نصر الله رفعته بربع القرآن مثلا. يعني تقدر تقرأ سور إصابة عظيم جدا في القرآن. مش عايز مكسل، اقرأ صلي الفاتحة، اقرأ فاتحة وسورة والركعتين التانية الفاتحة بس. إصابة عظيم جدا. بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، عشان ما حدش، في ناس بتفهم غلط. بقول لك بقى قبل العصر، يقول لك بيفتكرها بعد الظهر، يعني قبل ما يؤذن اذان العصر. لا، مش قبل ما يؤذن العصر، لو هي بعد الظهر كنا قلنا بعد الظهر. كلمه قبل العصر 4 ركعات بعد العصر، يعني قبل الاقامه، يعني بعد اذان العصر قبل الاقامه. فانا هكتب لكم الكلام ده كله تحت الفيديو في احاديث، الحديث كله هكتبها لكم بالسند. يعني حاولوا تنشروا هذا الكلام، ومن علم علما في الاجر عمل به يوم القيامه. لا انقل ذلك من كل شيء، تشوش تفعيل الجرس واشتراك في القناه لاصلاحكم الجديد، وساعدوني على نشر السنه الترويه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.